السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخوان اشرح لكم طريقة استرجاع حساب سناب شات المهكر. طبعا كثير من الناس تتهكر حساباتهم ولا يعرفون شلون يرجعونها. اذا انت كنت مسجل ايميل حقيقي في حسابك وموثقة، ان شاء الله راح تقدر ترجعه عن طريق الايميل. قبل لا ابدا بالشرح، اتمنى منكم الضغط على اشتراك ودعمي بالقناة. طبعا شيء طبيعي، اللي يهكر الحساب راح يغير البيانات اللي بالحساب زي الجوال والرقم السري والايميل. بعد ما يغير الايميل راح توصلك رسالة على الايميل، نشوفها، شوف الرسالة مع بعض. راح تجيك رسالة بالشكل هذا، لما تدخل على الرسالة يقول لك مرحبا فلان، يحطون اليوزر حقك في سناب شات فوق هنا، يقول لك الايميل اللي في حسابك هذا الايميل، يقول لك تغير الى الايميل اللي تحت. اذا انت ما غيرت هذه البيانات يقول لك اضغط على الرابط عشان تسوي كلمة سر جديدة، يعني باسورد. لما نفتح الرابط من هنا تفتح لنا صفحة ثانية ويقول لك سجل كلمة سر جديدة لحسابك. نشوف مع بعض. يقول لك هنا كلمة المرور الجديدة، هنا أعد كلمة المرور الجديدة، يعني يسجل كلمة مرور جديدة. يعني يقول لك هنا فوق كلمة المرور لازم تتكون من 8 أرقام وحروف، يعني المجموع 8. نكتب AA من 6 إلى 1 كمثال، وهنا AA من 6 إلى 1، وبعد كذا نضغط على غير كلمة المرور ونشوف مع بعض شنو يصير. يقول لك حفظ في كلمة المرور يعني على هذا الموقع، نقول له ليس الآن. وبعد كذا يقول لك تم تغيير كلمة المرور. مجرد ما تروح لسناب شات راح تقدر تدخل في كلمة المرور الجديدة، وبعد كذا أكد الإيميل ومبروك عليك استرجاع الحساب. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفمان الله.